إلى شمال المغرب وبالضبط مدينة تطوان التي تعرف نموا مطردا للأحياء العشوائية، أحياء تفتقد للتجهيزات الضرورية ولا يتوفر أغلب سكانها على السندات القانونية التي تثبت ملكيتهم، كما أنها لا تحترم المعالم الجمالية لتطوان مما يشوه جماليتها العمرانية. مشاكل قانونية توازيها أخرى اجتماعية من فقر وبطالة وتهميش يعيشه سكان هذه الأحياء. زرنا عددا من هذه الأحياء الأحياء العشوائية وعدنا بالروبورتاج التالي. الطريق إلى حاضرة تطوان، شقيقة غرناطة بثقافتها وعمرانها الأندلسي. عمران يتهدد جماليته اليوم الزحف العمراني الحديث والبناء العشوائي المحيط بالمناطق الجبلية للمدينة. منازل عشوائية منتشرة هنا وهنالك تفتقد للجمالية العمرانية، ما يدفع إلى التساؤل حول أسباب الظاهرة. بعد فترة ديال الستينات والسبعينات تم استغلال هذا الأمر ديال البناء العمراني أو العشوائي من طرف المجالس السابقة والفرقاء السياسيين اللي كانوا كيتعمدوا أنهم يخلقوا تجمعات سكنية من أجل توفير واحد الكتلة ناخبة في الحملات الانتخابية ديالته. ما نساوش باب سبتة اللي بسببه عرف هجرة ديال العديد ديال المواطنين من كل أقاليم المغربية من أجل اشتغال باب سبتة. للوقوف أكثر على نماذج لأحياء هامشية، زرنا حي الديزة أحد النقط السوداء في مارتيلا. على أنقاض نفايات ومخلفات شبكة الصرف الصحي تم بناء هذا الحي، حي يتواجد على حدود مصب وادي مارتيلا. جولة هنا تظهر حجم التلوث والروائح الكريهة التي تزكم النفوس. معدل الجريمة كبير بزاف، والسبب ديالو أن هاد الناس هادو ما كاينش اللي كيفكر فيهم لا في المدرسة ولا في الطب، أدنى حقوق ما عندهمش. أنت شنو كتنتظر منهم؟ هنا ما عندناش فين نخدموا، خصنا تشوفوا لنا شي حال باش نخدموا حنايا، وتشوفوا لنا شي حال. هاد اللي صغارين هادو فين يتريدوا، فين يلعبوا الكرة، فين يمشيوا، فين يكونوا. خص الانسان عاود يفكر، ماشي شي اخر. عنده العمارة، عنده الفيلا، عنده اللوبو، عنده العساس، كيدخل بالتيليكوموند وكيخرج بالتيليكوموند، كيمشي واحد درويش كيعمل واحد المحل كيجي حيد. ايوا ايه. مشاكل تنضاف اليها تلك المتعلقة بالجوانب القانونية. سكان الحي يواجهون مشاكل عدة لإثبات ملكية عقاراتهم. كيعانيو الناس هنا الإثبات ديال الملكية، كاين الناس اللي عندهم ديار ولكن البيع والشراء كيتم غير بالكونترا، كونترا ما قانونيا يقدر يكون بزاف ديال التلاعب، بزاف ديال هذا. سكيفيت كاين الناس اللي حقيقة كاين الرخاء، كاين شوية الرخاء في العقار، ولكن السندات القانونية ما الناس كيشريو ومتخوفين. الطبيعة العشوائية لحي الديزة وافتقاده لأبسط التجهيزات الضرورية يهدد السكان. تهديدات تبدأ بالمضاعفات الصحية الخطرة نتيجة التلوث، ولا تنتهي عند خطر الفيضانات نتيجة افتقاد الحي لشبكة الصرف الصحي ومجاورته لوادي مارتيل. كامل مبني على واد مارتين أو مصب واد مارتين. فباش نعطيكم نقربكم الصورة أكثر، فهناك كانوا عصابات خطيرة كانت كترمى على ديك الواد وكتجيب التراب وكتكبو في الواد، ومن كتكبو كتبيع ديك الاراضي بعقود عرفيه اللي بطبيعه الحال كانوا ناس او بعض الجماعات اللي تما اللي كانوا كيصدقوا على هذه العقود هذه العرفيه اللي كانت غير قانونيه. حاليا السلطات والدوله كنشوف ان ما عندهاش بديل فين تنقل ديك الناس فين تحيدهم، ولكن في حاله ما لا قدر الله وقع واحد النوع الفيضان في مدينه تطوان، كون اكيد ان ديك السكان كاملين غادي يكونوا في البحر. أمام كل هذه التحديات يبدو أن تطوان شأنها شأن العديد من المدن المغربية تسير بسرعتين، سرعة المشاريع وتصاميم التهيئة الكبيرة توازيها سرعة أخرى بطيئة في تنزيلها على أرض الواقع.